ياي، إنه عيد ميلاد الخارق. مستمتع بحفلتك أيها الخارق. يبدو أن كروكومايل سيفعل شيئاً. انظر أيها الخارق، أصدقاؤك أحضروا هدايا. أوه لا، كروكومايل سرق الهدايا. أيها الخارق اتبعه. أين ذهب كروكومايل؟ إنها إحدى هداياك أيها الخارق. هيا أيها الخارق، كنت أعلم أنك تريد ذلك. أوه لا، كروكو خدعك. حان وقت التحول. شاحنة وحيد القرن الخارقة، اختيار رائع. نعم، لقد وصلت إليه. هل ستقوم بنقل الهدايا عن بعد؟ لا تخافا. كروكو، انتهى وقتك. إنه يبتعد. استرجع بقية الهدايا. حاول مجدداً أيها الخارق. احترس. أمسكنا بك الآن كروكو. أيها الخارق هيا. كل الطريق إلى مركز البلدة. واو كروكو، إنك تطير. احترس. أيها الخارق، استعمل إستي 3000 بسرعة. مظلة لكروكو. كنت على وشك الاصطدام كروكو. أوه لا، سيهبط في الماء. لقد نجحت كروكو. لا مزيد من السرقة. حان وقت فتح الهدايا أيها الخارق. لا يوجد بيض كروكو في الداخل.
عيد ميلاد سعيد أيها الخارق. فريق الإسعاف، ماذا هناك؟ أو لا، هناك حالة طوارئ. لحسن الحظ الخارق هنا لمساعدتكم. الإشارة حمراء، توقفوا. أمبر، اعتني بحالة الطوارئ. وأيها الخارق، عليك إيقاف روبوت أمبر. أولا، الحادث تسبب في فقدان روبوت أمبر للتحكم. أيها الخارق، حان وقت التحول. جيري، ابتعد. هل أنتم بخير؟ عليك إيقاف الروبوت أيها الخارق. علينا إيقاف روبوت أمبر قبل أن تؤذي أحداً. ماسيمو، روبوت أمبر تسير وهي فاقدة للتحكم، كن حذراً. أيها الخارق، روبوت أمبر ما زالت غير متزنة من الحادث. روبوت أمبر، توقفي. أنت الآن آمن ماسيمو. لا تقلق، الخارق سيوقف روبوت أمبر من التسبب بالمزيد من الفوضى. لا تنسى النظر يميناً ويساراً والتر. يمكنك الآن عبور الطريق. ارجع للخلف والتر، روبوت أمبر خارج نطاق السيطرة. أيها الخارق، والتر في خطر. الخارق هنا لحمايتك والتر. أنت الآن آمن، لنساعدك على عبور الطريق. في رعاية الله والتر. ما زال على الخارق القبض على الروبوت. أولا، روبوت أمبر تتجه نحو القناة. روبوت أمبر فاقدة للوعي، لا يمكنها سماعك. عليك التدخل أيها الخارق. كنتما على وشك السقوط. لا يمكنك القيادة بهذه الظروف روبوت أمبر، يجب إيقاف ذلك. وقت استعمال ST 3000. حبل الجر سيعيد روبوت أمبر لتوازنها. قريب جداً، عليك المحاولة مرة أخرى. أيها الخارق، عليك تحذير السيارات من الخطر. لقد انتبهوا. روبوت أمبر تسير نحو نهاية مميتة. نجحنا. أنت الآن في أمان روبوت أمبر، لنوفر لك بعض الرعاية الطبية. الآن بما أنك بخير، عليك الاعتذار عن الفوضى التي سببتها. يبدو أنها تشعر بالذنب، هل سامحتموها؟ واو جيري، هل هذا أنت؟ تبدو مذهلاً بكل هذه الزينة لاستعراض رأس السنة الصينية الجديدة. هل ستكون السيارة القائدة؟ احترس جيري، لا نريد أي حوادث. الاستعراض على وشك الانطلاق، خذ مكانك جيري. حظا موفقا. لا تسرع كثيرا جيري، وإلا فلن يتمكن أحد من اللحاق بك. ما المشكلة جيري؟ هل من مشاكل في محركك؟ احترس بيلي، جيري لديه مشاكل في محركه. أوه لا، يفضل أن نتصل بالشاحنة الخارقة. المساعدة كارل، نحتاجك.
جيري يقود الاستعراض اليوم وقد توقف، وجميع من في الاستعراض متوقفون الآن. هل يمكنك المساعدة؟ رائع، هيا بنا. تغضب بيلي، الخارق هنا للمساعدة، عليك أن تكون صبوراً. يا إلهي، جميعهم قلقون، استمع إلى كل هذا التزمير. إلى ماذا ستتحول أيها الخارق؟ واو أيها الخارق، لقد تحولت إلى شاحنة ناقلة. هل ستخرج جيري من الاستعراض أيها الخارق؟ جميل، جيري على المنصة الآن، هو بطول التنين الحقيقي. لنستكمل الاستعراض مجدداً. ما المشكلة الآن جيري؟ ترى شيئاً على الطريق أمامك؟ ما هو أيها الخارق؟ عمود إنارة ساقط على الأرض؟ أوه لا، هذا خبر سيء، احترس. الحمد لله، كنت على وشك الاصطدام به. ماذا ستفعل أيها الخارق؟ انظر خلفك، إنهم يقتربون. هذا قد يكون خطراً جداً. فكرة جيدة، حاول دفعه بعيداً عن الطريق. إنه ثقيل عليك، ولا يوجد شيء على مصدك الأمامي ليساعد في تحريكه بسهولة. ماذا ستفعل؟ كل هذه السيارات لن تتمكن من التوقف في الوقت المناسب. فكر أيها الخارق. بالتأكيد، ST 3000. أي أداة ستستعمل لتبعد عمود الإنارة عن الطريق؟ أسرع أيها الخارق. أوه لا، استمع إلى كل هذا التزمير. أتعرف من؟ لما بيلي غاضب جدا اليوم؟ أنت محق، سخيف بيلي، يريد كل شيء أن يمشي بسلاسة. هي، لقد فعلتها أيها الخارق، وفي الوقت المناسب. هيا أيها التنين، لنستكمل الاستعراض، وعدنا إلى نقطة البداية. إنه من استعراض رائع. انظر أيها الخارق، بيلي يبتسم حقاً. شكراً لإنقاذنا اليوم أيها الخارق. لنسمع تحية للخارق. زمورك ما زال يعمل جيري. سنة صينية جديدة سعيدة للجميع. نراكم في المرة القادمة. مرحبا كارل. أوبس، آسف كارل. يبدو أن هناك مشكلة، يفضل أن نفهم ماذا هناك. يبدو أن الصغار كانوا يحتفلون بعيد ميلاد. أوه لا، النار أمسكت بحبل الزينة وتسببت في حريق.
الغار محاصرون. صحيح، انطلق لإنقاذهم. يا صغار، الشاحنة الخارقة هنا لإنقاذكم. صحيح، عليك حل هذه المشكلة الآن. فكرة رائعة، شاحنة الإطفاء يمكنها إنقاذ الصغار. سبايدرمان الصغير جاء لإنقاذكم. يا بايا دقايا. نعم، الصغار آمنون الآن. دورك الآن لتبقى في أمان سبايدرمان الصغير. أوه لا، عندما لم تنتبه النيران أخذت في الانتشار مجدداً. أيها الخارق أسرع، استي 3000 بالتأكيد. الآن تدفق الماء أصبح أقوى. أيها الخارق، يمكنك التوقف الآن. صحيح أيها الخارق، أعتقد أن هذا مكان أفضل بكثير لحفلة البطل الخارق. هيا يا صغار، من بطلكم الخارق المميز؟ الشاحنة الخارقة؟ كم هذا جميل! لا شيء ألذ من الآيس كريم، أليس كذلك يا أطفال؟ أولا النجدة، لص غامض سرق الآيس كريم وهرب. لا تقلقوا يا صغار، الشرطة ستقوم بدورها. أيها الخارق انتبه للعصير، هناك لص حر طليق. هاي أرجع العصير أيها اللص الشرير. أعتقد أنه يمكنك مساعدة إلسا وماتيلدا أيها الخارق. واو، لم تعد الخارق الآن، إنك شاحنة سبايدر.
إلسا، ماتيلدا، لا تقلقا، المساعدة قادمة. أعتقد أنه اقترب تماماً. واو، الشاحنة العنكبوتية مفعمة بالحيوية. انتهت اللعبة أيها اللص، شاحنة سبايدر ستقبض عليك. هذا لا يصدق، كروكومايل، أنت اللص؟ أنت محقة شاحنة سبايدر، لقني كروكو الشرير درساً. أولا، قنابل البيض، احترسي شاحنة سبايدر. كوني حذرة شاحنة سبايدر. شاحنة سبايدر، أين أنت؟ إلسا، ماتيلدا، احترسا، كروكومايل يستعمل قنابل البيض لمساعدته على الهرب. أولا، شاحنة سبايدر، أين ذهبت؟ لحظة، ما هذا؟ مذهل، إنك تسيرين على الجدران. ماذا تخطط أن تفعل كروكو الشرير؟ يا بنات احترسوا، تصرف سيء، تصرف سيء حقا. شاحنة سبايدر عليك إنقاذهم. لا تقلقا، الخارق سيساعدكما. شبكات العنكبوت لا يمكنها مقاومة الحرارة، عليك أن تفكر في حل آخر. لا شيء أفضل من الماء لإخماد النيران، فكرة جيدة شاحنة سبايدر. أولا، النار قوية جدا، تحتاجين دعما شاحنة سبايدر. لحظة، ما هذا؟ لا أصدق ذلك، الخارقون الصغار انضموا للإنقاذ. هيا، على وشك الانتهاء أيها الفريق الخارق. النيران انطفأت الآن. الآن لنقبض على اللص كروكو، أليس كذلك شاحنة سبايدر؟ مجدداً؟ هذا ليس عدلاً كروكومايل، ستنال ما تستحق، سترى. شبكة عنكبوت؟ لحظة، شاحنة سبايدر هنا، ليس لديك مكان للاختباء أيها اللص الصغير. كروكومايل، هل تسمع ذلك؟ الشرطة قادمة، وصلوا إليك كروكو. قبضة رائعة شاحنة سبايدر، أحسنت عملا أيها الخارق. الآن إلسا وماتيلدا ستتكفلان بالتالي. هي يا صغار، شاحنة سبايدر قبضت على اللص، ما كانت لتفعل ذلك بدون مساعدتكم أولا. أنا متأكدة أنه سيشكركم بطريقة ما. هدية بسيطة من جاركم اللطيف سبايدر. بداية جميلة لليوم بحرب الماء. احترس تشيلي، كروكومايل يسير على الشارع. عليكم الاعتذار بدلاً من الضحك يا أطفال. وبالله عليك كروكومايل، كان هذا غير مقصود. الصغار عالقون في السلايم. تشيلي اهرب. أولا، كروكومايل يغطي الشوارع بالسلايم. أيها الخارق، عليك إيقاف كروكومايل، وقت التحول. شاحنة الإطفاء ستوقف هجوم السلايم، لنمنع تلك البيضة من إيذاء فرانك وتشيلي. لنرميها بعيداً. ضربت عصفورين بحجر واحد. كروكومايل غاضب عليك أنت أيضاً أيها الخارق. أولا، كروكومايل يصبح أكثر عنفاً الآن. فرانك، خذ تشيلي إلى مكان آمن، الخارق يغطيك. هذا الشارع يبدو آمناً لتشيلي، ابقى هنا تشيلي.
فرانك، الخارق يحتاج مساعدتك. البيض كثير على الخارق ليسيطر عليه بمفرده. احترس فرانك، ابتعد من هنا. فرانك أنقذ الخارق، لكنه عالق في السلايم الآن. يا لك من شرير كروكومايل. شيلي قلق عليك فرانك. لا تقلقوا يا رفاق، الخارق هنا للمساعدة. عمل جماعي رائع، أنت حر مجددا فرانك. فرانك أيها الخارق، لننقذ الأطفال. شيلي سيدلكم على الطريق. كروكومايل لن يسمح لشاحنات الإطفاء من تحرير الصغار. الماء لن يكون كافياً لإيقاف كروكومايل. وقت استعمال ST 3000. شعاع التحريك سينقذنا اليوم. أحسنت عملاً فرانك. أيها الخارق، تشيلي في خطر. لنرجع البيضة لمالكها. كروكومايل، أنت الآن عالق. يمكنكم تحرير الصغار من السلايم أخيراً. لا تقلقوا يا رفاق، الخارق يعرف أحداً سينظف كل هذه الفوضى. الصغار يعتذرون لأنهم قاموا برش الماء عليك. إلى أين أنت ذاهب كروكومايل؟ التنظيف عليك. أوه إلهي، وقت الهالوين. أوه مخيف. إنه مجرد قارع. ما هذا؟ أيها الخارق، أمبر، النجدة، هناك شيء يختبئ في الظلام. يفضل أن تتحول لتفحص ما يجري. تحريات سيارة الشرطة. كيف وصل ماسيمو إلى هنا؟ يحتاج مساعدة. ماسيمو يشعر بالدوار قليلاً. احترسوا. ماذا يحدث هنا؟ ما هذا الغموض؟ يبدو أن شيئاً غير مرئياً يحركهم. لقد توقفوا. لنساعد ماسيمو في الإطارات. انتهينا، لكن كيف حدث ذلك؟ ما مصدر هذا الصوت؟ من هناك؟ أوه بوبي، كيف وصلت إلى هنا؟ علينا إرجاع بوبي إلى الماء. يبدو أنك تحتاج خطة أخرى. فكرة جيدة فرانك، لكن تحتاج دعماً. أيها الخارق، أمبر، فرانك يحتاج مساعدتكم في إرجاع بوبي إلى القناة. هذا لن يساعد. وقت استعمال ST 3000. ستقوم بإنتاج الجليد الذي سيدفع بوبي. فكرة جيدة، لكن أولاً تحتاج المزيد من الماء. نعم، إننا ننجح.
لا، إنه زلق جداً، لا يمكن لبوبي التوقف. فجأة احترسوا. الحمد لله، هبوط آمن. لكن ما هذا؟ إنه شبح. إنه تشاد فيزي شبح، لكن كيف يطير؟ تم سحبه، لنتبعه. تشاد، هل أنت بخير؟ كل ما يحدث غامض. من يقوم بكل هذه الخداع؟ إنه شبح حقيقي، إذن هو من كان يسبب كل هذه الفوضى في المدينة. إنه فقط يريد اللعب. تم حل اللغز، شكراً فريق الإنقاذ. مرعب. إدنا تزرع أشجاراً جديدة في حديقتنا الجميلة. أحسنت عملاً إدنا، أحسنت عملاً. بن يريد أن يعلم الصغار كيف تنمو النباتات. سوء الحظ، الصغار مهتمون بألعابهم أكثر من محاضرة بن. نحتاج أحداً يعيد النظام لهذا الصف الدراسي. فوضى عارمة. أيها الخارق، افعل شيئا من فضلك. الآن بما أننا جذبنا انتباهكم يا صغار، بن لديه شيء ممتع سيقدمه لكم. بن يريد أن يريكم كيف تنمو الأزهار. لديه بذرة وسيزرعها في هذا الوعاء حتى تتمكنوا من رؤية كيف تنمو. راقبوا ذلك. لا تنمو. بن يقول لأن النباتات تحتاج شيئاً بالإضافة للماء، تحتاج ضوء الشمس. لكن هذا صف دراسي، لا يوجد ضوء شمس هنا، مجرد ضوء السقف. ها، لديك فكرة؟ إذن يمكنك توليد الحرارة والضوء مثل ضوء الشمس بمفاعلاتك الخارقة. هل هي؟
تنمو. نعم، أحسنت عملا أيها الخارق. زهرتنا الجميلة مكتملة النمو. لقد حفرت حفرة إضافية اليوم، ويمكننا استعمالها لزراعة زهرة جديدة مذهل. أحسنتم عملا، كان هذا درسا رائعا. مرحبا بن، هل تنتظر خروج أحد من المتاهة؟ أوه، تقوم بالتوقيت لكارل. جميل، لقد نجحت كارل، أنهيت المتاهة في وقت قياسي. يبدو أن أحدهم يحتاج مساعدتك كارل، عليك أن تتجه إلى البيت حالا. إنهما تشاد وماتيلدا. أوه لا، أحدهم يقوم بسرقة الأشياء من الشاطئ. علب العصير، كرة الشاطئ، الكرة الطائرة، صندوق الكنز، مناظير تشاد. أوه لا، إنه يحتاجهم لحراسة الماء. من يمكن أن يفعل هذا الشيء؟ هل هذا قبطان؟ أسرع. الخارق هنا للمساعدة يا رفاق، قما بحراسة الشاطئ بينما يقوم الخارق بالبحث عن القبطان الغامض. لا أثر له. لا شيء، ربما عليك التحول أيها الخارق. طائرة مروحية خارقة، هذا رائع. واو، يمكنك رؤية كل شيء من الأعلى هنا. إنه ليس هنا. لا تراه هنا أيضا، كأننا نقوم بالبحث عن كنز مدفون. ها هو قبطاننا الصغير. أوه لا، إنه عالق على الصخور. كيف ستصل إليه من الأعلى أيها الطائرة المروحية الخارقة؟ إنه يتزحلق بسرعة أيها المروحية الخارقة، وإلا سيقع في الماء. فكرة رائعة، استعمل أداة ST 3000. لا تقلق أيها القبطان الصغير، المروحية الخارقة حصلت على هذا. الحياة
الحمد لله، لقد أمسكت به. أحسنت عملا أيها الطائرة المروحية الخارقة، لقد نجونا من كارثة. تحياتنا أيها الخارق، شكراً لاستعادة القبطان وجميع ما سلب. يمكنه استعمال هذه العملات الذهبية ككنز له في المستقبل. يا رفاق، ماذا تفعلون؟ أوقعت نظاراتك الشمسية في النهر؟ يبدو أن هناك مشكلة، لنفحص ما يجري. يبدو أن والتر كان يحمل كعكة عيد ميلاد. صحيح، عليك إخماد هذا الحريق. والتر، خذ الصغار إلى مكان آمن. الأطفال خائفون جدا. صحيح، يبدو مكانا آمنا. نعم. يبدو أن النيران انطفأت. أحسنت عملا أيها الخارق. أولا، الجسر يحترق. أحسنت عملا، الأطفال آمنون. أوه لا، الجسر تضرر بسبب النيران. أيها الخارق، افعل شيئا. لا بأس يا صغيري، الخارق لديه خطة. واو.
مذهل، حركة رائعة أيها الخارق. أوه، إنه عيد ميلادك يا صغيري. لن أدع وولتر يقترب من الكعكة. حسناً، استمتعوا بوقتكم يا أطفال. مرحباً كار. كار، أحدهم بحاجة لمساعدتك كارل، عليك الرجوع للبيت حالاً. إنه جيري، إنه عالق في الجسر المفتوح. مسكين جيري، يبدو خائفاً جداً. ها هي ماتيلدا، جيري المتهور حاول أن يتسابق على المنحدر عندما بدأ الجسر بالحركة، معتقداً أنه يمكنه الوصول إلى الجانب الآخر. هل يمكنك المساعدة كارل؟ رائع، هيا بنا. اثبت في مكانك جيداً جيري، الخارق هنا لمساعدتك. لقد توقف الجسر، بمجرد أن يعود للحركة مجدداً جيري سيسقط. جيد، ماتيلدا تخبر المركبات الأخرى بالرجوع للخلف. ستدخل الماء؟ كيف؟ إلى ماذا ستتحول؟ قارب خارق؟ مذهل! أولا، الجسر سيتحرك مجدداً. القارب الخارق سيساعدك جيري، فقط حافظ على هدوئك. اغمض عينيك جيري وفكر في آلة الآيس كريم التي على الشاطئ. دع الحركات تهدئك. هذا كل ما في الأمر، جميل وهادئ، تقوم بذلك بمهارة جيري. الجسر يتحرك ويبدو أن جيري سيسقط. أسرع أيها القارب الخارق، جيري سيقع. بما تفكر أيها القارب الخارق؟ هل ستستعمل إستي 3000؟ مغناطيس إستي 3000، فكرة جيدة. الحمد لله، نشعر بالراحة الآن. لقد نجحت أيها القارب الخارق، كل شيء على ما يرام الآن جيري. شكرا لمساعدتك لنا اليوم أيها القارق. الآن يمكننا الاحتفال بتناول الآيس كريم يا رفاق. استمتعوا بوقتكم. واو، المشهد يبدو مبهجاً، أتساءل ماذا يجري هنا؟ مرحباً جميعاً، هل تجهزون لمهرجان مدينة السيارات السنوي؟ الحق بهم أيها الخارق. أوه لا، ماذا يجري هنا؟ من فضلك أيها الخارق، توأمك الشرير يسبب فوضى في المدينة.
سارق قبعات الحفلة. أيها الخارق، حان وقت التحول. سيارة سباق، اختيار موفق. إنها أسرع سيارة في مدينة السيارات. وصلت إليه أيها الخارق، لكن ما هذا؟ توأمك الشرير يمكنه أن يتحول إليك أيها الخارق. عليك إيقافه، لا تدعه يبتعد أيها الخارق. أو لا، الإشارة تتحول إلى حمراء، عليك التوقف. هاي، هذا غير مسموح به. أو مرحبا ماسيمو، هل تحضرون للمهرجان أيضا؟ أو لا، طريقك مغلق أيها الخارق. الآن ماسيمو سيعتقد أنك من سببت الفوضى. عليك التحول لتنظف الطريق أيها الخارق. الجرافة الخارقة للإنقاذ. ها هو دكتور زيج وهو يرتدي قبعات الحفلة. عليك الإسراع أيها الخارق. أحسنت عملاً. وقت إيقاف دكتور زيج وإنقاذ المهرجان. هاي جيري، هل كل الطرق نظيفة للمهرجان؟ دكتور زيج قام بتحويل التوأم الشرير مجدداً. ماذا سيدمرون الآن؟ لقد هربا مجدداً والجميع غاضبون منك الآن. أحسنت عملاً. الآن أوقف هذا اللص قبل أن يبدأ المهرجان. تقومين بإعداد الكب كيك الخاص بالمهرجان كيري؟ أو لا، ها هو دكتور زيج مع التوأم الشرير. إنهما يسرقان الكب كيك. يبدو أن التوأم الشرير مستمتع بالكب كيك حقاً. الآن هناك خارقان اثنان، كيري مشوشة. دكتور زيج كسر الهواء. أي، الآن عاد توأم الخارق الشرير إلى وضعه الطبيعي. الهوائي لا يعمل. الآن هذه فرصتك أيها الخارق، استعمل ST 3000. واو، تسديدة خارقة بالقطعة الخشبية. ماذا عن قبعات الحفلة ولعبة البوق؟ لا يوجد مخرج لك دكتور زيج. الآن أرجع قبعات الحفلة. ياي، تم إنقاذ المهرجان. كل شيء جاهز للمهرجان، لكن ألا يوجد شيء ناقص؟ نعم، الخارق أوقف اللص وأرجع قبعات الحفلة. مرحبا دين، ماذا تفعل؟ تبدو لعبة ممتعة. واو، تقومون بإعداد الأشياء لعيد الميلاد يا رفاق، هذا يبدو رائعا. مرحبا أدنى، احذري من هذه الأخشاب. احترسي أدنى، الكرة المضيئة تتحرك باتجاهك. أوه لا، الكرة أثارت الحريقة مع الخشب والنار تنتشر بسرعة. الشاحنة الخارقة فقط من يمكنه المساعدة. كارل، نحتاجك. بيلي قام بتصرف أخرق وتسبب في حريق في موقع البناء. من فضلك تعال وساعدنا.
المدخل يحترق. عليك إخماد الحريق هنا أولاً لإنقاذ أصدقائك. إلى ماذا ستتحول لتقوم بذلك؟ شاحنة إطفاء، إنها فكرة ممتازة. أحسنت عملاً أيها الخارق، لكن أسرع، ربما يوجد حرائق أخرى في الداخل. ابدأ بشجرة عيد الميلاد أولاً، وإلا فإن العيد سيتدمر. أحسنت عملاً. يبدو أننا كنا على حق. إدنا، بيلي، هل أنتما بخير؟ لحظة، أين دين؟ أوه لا، إنه هناك وهو عالق على السقالة. إنك صغير جدا لتصل إلى النيران في الأعلى. هيا أيها الخارق، فكر. نعم، حان وقت استعمال إستي 3000. عليك أن ترتفع إلى أعلى أيها الخارق، أعلى وأعلى وأعلى. إنه هناك، حاول أن لا تقترب كثيرا من اللهب والأنبوب. اطمئن زين، الخارق يقوم بالسيطرة على النيران، سيتم إخمادها حالا. زين، هل أنت بخير؟ هل الجميع بخير؟ أحسنت عملاً أيها الخارق، ولقد أنقذت شجرة عيد الميلاد أيضاً. عيد ميلاد مجيد جميعاً، احترسوا من الحرائق. يا له من يوم فالنتاين رائع. واو، هناك الكثير من الأزواج في المدينة. مستمتع بالفالنتاين أيها الخارق؟ ما هذا الصوت المزعج القادم من البلدة؟ عليك الذهاب لفحص ذلك أيها الخارق. لما كل الأزواج يتعاركون؟ انظر أيها الخارق، إنه كروكومايل. الدخان يغضب الأزواج. على الأقل بيض كروكومايل لم يؤثر عليهم. لا، إنه يفسد يوم الفالنتاين على الجميع. حان وقت التحول أيها الخارق.
شاحنة دغدغة. اختيار موفق أيها الخارق. هذا يدغدغ. الدغدغة تلغي تأثير لعنة كروكوماين. أيها الخارق، كروكوميل يفعلها مجدداً. هل تريد أن ندغدغك؟ أيها الخارق، احترس. الآن من سيساعد الخارق؟ الخارق عاد مجدداً. لنكمل الاحتفالات. يبدو أن كروكوميل سيفعل شيئاً مجدداً. استعمل إستي 3000. استعمل ليزر الحب على هذين الزوجين أولاً أيها الخارق. ها هو كروكوميل. قم بذلك مجدداً أيها الخارق. يبدو أن كروكوميل يريد قبلة. شكرا لإنقاذ يوم الفالنتاين أيها الخارق. مرحبا سانتا، أحضرت هدايا للجميع. ماتيلدا تساعد سانتا في تحضير الهدايا. دكتور زيج، لما أنت مختبئ؟ ماتيلدا، دكتور زيج يصوب البندقية عليك. أوه لا، دكتور زيج قام بتنويم ماتيلدا مغناطيسيا. ماتيلدا، إنك تضعين الشخص الخطأ في السجن. أيها الخارق، ماتيلدا منومة مغناطيسيا، لقد وضعت سانتا في السجن. لا تقلق سانتا، الخارق هنا لمساعدتك. لنقم بإطلاق سراح سانتا، حان وقت التحول. مطرقة، الضربة الخارقة ستفتح الباب. خطوة للخلف سانتا، أنت حر طليق سانتا. أوه لا، دكتور زيج أخذ كل الهدايا لنفسه. لا تقلق سانتا، بقيادة الخارق ستتمكن من استرجاع الهدايا. أنتم في الاتجاه الصحيح. أوه لا، متى
ماتيلدا تريد اعتقال سانتا مجدداً. ماتيلدا، لقد تم تنويمك مغناطيسياً، عليك الاستيقاظ. الخارق لن يدع ماتيلدا تعتقل سانتا مجدداً. أين سانتا؟ لقد هرب. لا، ماتيلدا تبحث عن سانتا. عليك التحول لتجد سانتا قبل ماتيلدا. شاحنة الشرطة لنجد سانتا. سانتا يعرف كيف يختبئ. ماتيلدا لن تتوقف قبل أن تعتقل سانتا. لحسن الحظ الخارق هنا لتطبيق العدالة. ماتيلدا وجدت سانتا. أيها الخارق، سانتا مختبئ تحت الجسر. عليك إيجاد طريقة لإيقاظ ماتيلدا. خرطوم مياه، هذا يجب أن يوقف تأثير التنويم. الآن لقد نجحنا. ماتيلدا عادت إلى وعيها مجدداً. ماتيلدا، زيج قام بتنويمك مغناطيسياً ويحاول فعلها مجدداً. هذه المرة الخارق هنا لإيقافك. لقد تعطلت بندقيتك دكتور زيج، لن تتمكن من تنويم أحد مجدداً. سيارات الشرطة لنوقف هذا الشرير. تم القبض عليك. الخارق سيراقب زيج بينما ماتيلدا تساعد سانتا في الهدايا. عيد ميلاد مجيد للجميع.